مثلا كان بيقومها على حضرتك او ان هي تسيب الحياة؟ انا بقول ان اللي عمل المشاكل دي كلها هي العيلة بتاعتها، وان الناس اللي حواليها. الله اعلم. ما يعني انا ما كنتش يعني، كانت الحياه كنا دايما انا مسافر وهي هنا وهي او انا هناك وهي هنا، فكنا شويه يعني كنا دايما مع بعض. بس في الاواخر كده كنا بنشتغل يعني، هي في مصر وانا في امريكا وكده. استاذ انا شايف حضرتك يعني بتوري وسائل الاعلام كل مستجدات القضيه بتاعتك بتوصلها لها، فهل انت خايف من التهديدات والله؟ ايوه، انا بالفعل زي ما انت قلت كده، انا مش خايف، لان طبعا عمري ما خفت من حاجه، لان في ربنا وربنا دايما بيكون واقف وراك وسندك في كل حاجه. في تهديد؟ جات لي تهديدات. بس انا ما يعني مش مخوفني من اي حاجه. كل اللي انا عايزه ان انا اتمناه ان القانون ياخد مجراه، وان الاوراق اللي معاها تقدمها للقضاء، وان تكون كل حاجه قانونيه وسلمه. مش محتاجين ان احنا نحط اي حاجه، عشان يعني انا مش عايز اتكلم في تفاصيل كبيره، بس ان انا بقوله ان القانون ان شاء الله هياخد مجراه. حضرتك قلت ان انت بتدي بناتها الجنسيه الامريكيه، علاقتك ببناتها دلوقتي ازاي؟ هل دخلنا مثلا في الازمه دي، ولا هم كانوا برضو من الناس علاقتي مع اولادها دايما كانت حلوه، بس لا، علاقتنا دلوقتي انفصلت كامل. نرجع شويه للفرح، يعني زمان ان الفرح كان له قليلين، وكان فرح كبير قوي، ايه التفصيل؟ الفرح اخذ وقت، وكان ساعتها طبعا حب وحياه وحاجات جميله، فطبعا هي كانت عايزه تفرح، فديتها اللي هي عايزاه، عملت لها اللي هي عايزاه. في البداية عرفته ازاي اصلا؟ لان هي قالت انا قابلته في امريكا، وقال لي انا عندي مطعم ده وبعته، مش بتاعي دلوقتي. ده غير صحيح. في ضغط من حضرتك عليها؟ يعني هي في نصيحة قالتها من فترة تقريبا في العرض الخاص في المال الاخير، قالت ان في نصيحة للبنات اللي مقبلين على الزواج ان هم ما يتسرعوش وياخدوا اي قرار للزواج، ما يغلطوش غلطتي، انا غلطت وتسرحت، بس انا اتسرعت لان كان في ضغط كبير قوي عليا من حضرتك. أنا كنت رجل أعمال في أمريكا، وبقالي في أمريكا حوالي 40 سنة. كان عندي حاجات كتيرة، وما زلت طبعا عندي حاجات كتيرة جدا هناك. واتقابلنا في المطعم بتاعي هي وريهام عبد الغفور وهشام سليم، جم عندي وتعشوا عندي في المطعم. مش أنا قلت لها، لا، هي جم وتعشوا عندي، وهي صرحت بكده مع هلا سرحان أفتكر، ومع بسمة وهبي، وقالت الكلام ده، ان هي جت واكلت عندي في البيت، وانها جت وشافت بيوتي وشافت كل ممتلكاتي. هي ما كذبتش الموضوع ده، هي كذبت في الاواخر وقالت ان انا ما حلتيش حاجه، وان هي اللي بتصرف عليا. طبعا هنرجع تاني نقول الكلمه دي غير قانونيه في امريكا، لان ما هو تمتلكه، حتى لو هي بتمتلك محل ب 10 جنيه او 100 دولار، فانا بمتلك نص. طيب بالنسبه برضو لاوقات الاعتداء، حضرتك مثلا ما حاولتش ان انت تستغل الجنسيه الامريكيه في ان انت تاخد حقك من الاعتداء؟ انا عمري ما بستغل الجنسيه الامريكيه في اي حاجه، وانا مصري وبموت في مصر وبموت في تراب مصر، حتى الوساخه اللي بتيجي على وشي، فانا بحب مصر جدا.